معلومات جديدة يكشفها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن كتيبة عراقية سيئة السمعة تديرها تركيا في سوريا وترسل المرتزقة الإرهابيين إلى ليبيا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بوجود كتيبة عراقية تضم عشرات العناصر من تنظيم داعش يعملون لصالح أحرار الشرقية، وهي أحد فصائل الجيش السوري الحر. وأشار المرصد أن هذه الكتيبة تعمل لصالح الاستخبارات التركية أيضاً، ويقدر عددهم بنحو 40 مقاتلاً. وتطلع هذه الكتيبة بمهام تنفيذ عمليات التفجير والتفخيخ وتحديد أي من عناصر داعش الآخرين الذين يحاولون الهرب باتجاه الأراضي التركية أو حتى الموجود منهم ضمن ريف حلب، وبعد ذلك يتم زجهم بالسجون وتصفية بعضهم، وبعضهم الآخر ينقل إلى تركيا مقابل مبالغ مالية. المرصد علم من مصادر موثوقة بأنه تجرى مساومة مع المتواجدين في السجون بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا. الكتيبة تتخذ من مدينة الباب بريف حلب الشمالية الشرقي مقرا لها، كما يوجد لديها سجن سيء الصيت في المنطقة هناك، ويتزعمها شخص يدعى أبو وقاص العراقي، وهو دائم التنقل بين تركيا وريف حلب. وقالت مصادر المرصد السوري أن الإرهابي أبو الوقاص متوار عن الأنظار منذ نحو شهرين، ولا يعلم بعد فيما إذا كان توجه إلى ليبيا للمشاركة بالقتال إلى جانب حكومة الصخيرات. فيما تقوم هذه الكتيبة العراقية بدفن الضحايا ضمن مقبرة جماعية، حيث يوجد نحو 300 شخص من المدنيين والعسكريين وعناصر التنظيم قتلوا على يد الكتيبة، وجرى دفنهم في المقبرة الجماعية الواقعة بأطراف قرية سوسنباط على طريق الباب. يأتي ذلك ضمن الدعم الذي يقدمه أردوغان لميليشيا السراج لجعل ليبيا بؤرة للإرهاب، لتتسنى له الفرصة لتحقيق أطماعه بسرقة خيرات البلاد وزعزعة استقرار المنطقة. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.